يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشورا، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشورا فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. في حديث آخر لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع، يعني مع العاشر، هذا هو الأفضل، أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده.